بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس العاشر. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمغض بريد الموت. نعم، هذه الأحاديث والآثار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث والآثار تدل على أنه لا يجوز التساهل بالذنوب، فإن الذنوب معصية ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي تتجمع على العبد تهلكه، تجره إلى الكفر، لأنه إذا تساهل بالشيء اليسير تساهل بالشيء الكبير، وإذا عظم الشيء الصغير عظم الكبير. الإنسان لا يتساهل بالذنوب والمعاصي، مثل ما نسمع من بعض الناس من أنهم يتساهلون بالذنوب ويستخفون بها ويظنون أنها شيء يسير، وهي عند الله كبير، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فبنو إسرائيل إنما هلكوا بهذا السبب، أنهم كانوا يتساهلون بالمخالفات والذنوب، وما زالوا كذلك حتى وقعوا في الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر، يعني توصل إلى الكفر. وهذه امرأة حبست هرة، عندها أنه شيء سهل، حبست هرة حتى ماتت الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تطلب الرزق، فدخلت النار بذلك، دخلت النار بذلك بهرة. ما قال هذا شيء سهل، هذا في قتل هرة، فكيف بالذي يقتل نفسا مؤمنة؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بينما رجل أو امرأة بغي، يعني يستعمل الزنا، فرأى كلبا يلهث من العطش فسقاه، فغفر الله له. قابل بين الذي سقى الكلب وبين المرأة التي قتلت الهرة، هذا غفر الله له، وهذه عذبها الله وأدخلها النار. فلا يتساهل في، ما يتساهل ويستصغر الذنب، كذلك الحسنة ما تستصغر، الحسنة ولو كانت يسيرة الله يضاعفها جل وعلا. وإن تكن مثقال، إن الله لا إن الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تك حسنة يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، يعني ولو كان مثقال الذرة حسنة فإنه يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، فاستغاث به مسكين على ظالم يدعوه عنه فلم يعنه، ولم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن السعدي يقول: لا تنظر إلى صغار الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. وقال: نعم، انظر إلى من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى، لا تنظر إلى أن هذه سهلة وهذه يسيرة، انظر إلى أنها مخالفة لأمر الله عز وجل.
نعم. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. نعم، الواجب أن المسلم يعظم أوامر الله ونواهيه، يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ويعظم حرمات الله فهو خير له عند رب. المسلم يحترم ويعظم أوامر الله ونواهيه فلا يتساهل. نعم. وقيل: أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. نعم، يعني فالذي يعصي الله يموت قلبه، وإن لم يمت جسده يموت قلبه، بموت القلب أعظم من موت الجسد. الله جل وعلا يقول: أو من كان ميتا فأحييناه، ميت في الكفر فأحياه الله بالإيمان، سماه حياة، سمى الكفر موتا. ليس الموت مجرد مفارقة الروح للبدن، بل الموت الأشد موت القلب. نعم. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الغان الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. نعم، الذنوب تؤثر في القلب، تؤثر فيه حتى يمرض، ثم تؤثر فيه حتى يزيد به المرض ويموت. كلما كثرت المعاصي مات القلب. أول شيء أنه يمرض ويسود، ينكت فيه نكتة سوداء، ثم تعظم هذه النكتة، تعظم حتى تغطي على القلب. وهذا هو الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الغيداء. حتى يصير قلبه كالشاة الغيداء، يعني السوداء. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يسلد. فالإنسان لا يعتمد على نسبه على شرفه، فإن الله يهلك الطغاة ولو كانوا من أشراف الناس. فقريش هؤلاء قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أشرف القبائل، فإذا عصوا الله فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم ولا ينفعهم نسبهم. هذا أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نفع أنه من قريش ولا أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت. أحسن الله إليك. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت. أعد الحديث. أحسن الله إليك. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. نعم، هذا وعيد شديد. الله سبحانه وتعالى يرضى إذا أطيع، ويغضب إذا عصي، وأن اللعنة تؤثر حتى على الذرية، على ذرية الشخص، من شؤم المعاصي والعياذ بالله. نعم.
وذكر أيضا عن وكيع حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس داما. نعم. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدغداء قال ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، ثم قال تدري مما هذا؟ قلت لا، قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. نعم، كذلك من أضرار المعاصي أن الله يلقي على أهلها البغضاء في قلوب الناس، الناس يبغضونه بينما الناس يحبون المطيع، الشيء معروف، هذا شيء معروف وظاهر في الناس أن أهل الطاعة لهم محبة في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لأن الله يحبهم في السماء وتحبهم الملائكة، ثم ينزل لهم القبول في الأرض، وإن لم يكن عندهم مال ولا يعطون الناس شيء ولا، لكن يحبونهم من أجل الطاعة، خلاف العاصي فإنه يبغضه الناس، يلقى البغض في قلوب الناس ويبغضونه ويصبح ذليلا، ولذلك تجد العصاة ذليلين، تجدهم ذليلين حتى وإن كانوا كبارا في مناصبهم أو في نسبهم فهم أذلة، جعل الله ذل المعصية عليهم. نعم. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. نعم. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. إذا صلى الله عليه وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. نعم نعم، لأن الله قد يمهل العاصي فيظن العاصي أنه ما أنه غفر له أنه ما عاجله بالعقوبة، وهذا من مكر الله به من أجل أن يزداد من الذنوب. بعضهم إذا ما انزلت العقوبة السريعة يتساهل بالذنب، يقول لو أنه شيء مهم صار له عقوبة. والله جل وعلا يمهل العاصي، يمهله ثم يأخذه على غيره. لا يتساهل الإنسان بالذنب ويستبطي العقوبة، فإن العقوبة قد تتأخر ويصير أعظم، تكون أعظم مما لو عجلت. قال وها هنا نكتة دقيقة يلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى. نعم. ويظن العبد أن الله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، الله يحصي عليهم ولكن هم ينسون الله، فأنت وإن نسيت الذنب فإن الله لا ينسى. نعم. ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. نعم، الغبار إنما يكون وقت السقوط، أما إذا سقط يروح الغبار. نعم. وسبحان الله كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير. اسكن يا أخي، لا تشغلنا بإقاسك. نعم، علاج الواحد يصير عليه سكينة. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدغداء اعبدوا الله كأنكم ترونه. نعم. وعدوا أنفسكم في الموتى. نعم. واعلموا أن قليلا يغنيكم خيرا من كثير يلقيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى،
نعم. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنة، يعني من نظره إلى ما حرم الله. نعم، نظرة واحدة. نعم. هذا مع أن للذنب نقدا معجنا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نعم. وقال يحيى بن معاذ الغازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء. تشمت، أحسن الله إليك. قال يحيى بن معاذ الغازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في ويشمت به في القيامة كل عدو. يشمت، نعم. قال: يعصي الله ويشمت به في يوم القيامة كل عدو. فرق بين يشمت ويشمت. يشمت يعني شمت العاصي، يشمت العاطس، يقول رحمك الله أو نعم. وأما يشمت معناه أنه يشنع عليه. نعم. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. نعم. فصل: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. يكفي، نقف عند الفصل.